السيد عمر الحباسي كمثال، أردت أن أسألك وأعرف بالضبط ما هي المعايير. يعني السيد عمر الحباسي الآن يشتغل في الهيئة، في هيئة النزاهة والوطنية، من تقيم نزاهة ووطنية كل شخص معروض عليها. لماذا لم يتم تقييم السيد عمر الحباسي؟ هل له من النزاهة والوطنية أو من معايير النزاهة والوطنية شأن مثلا؟ هل سنرى تطبيق النزاهة والوطنية بنفس الكيفية سواء على سليمان دوغا أم على غير سليمان دوغا؟ اولا اخي، هذا النص الذي يتحدث عن تمجيد نظام القذافي والدعوه لفكره الاخضر نص كل من اشتهر بتمجيده. فالسيد عمر الحباس وقد سبق وان ذكرت ذلك عبر قناتي الموقره، كتب في احد المقالات عندما كان يدافع عن نفسه ففي احدى الندوات وقف امام عتاولة اللجان الثوريه وقال بان حركه اللجان الثوريه حزب حاكم يتحلها، وتمسك برأيه ومما حدث ونتج عنه مشاركة كلامية بينه وبين رموز الفساد في حركة الرجال الثورية، فاضطر للدفاع عن نفسه وكتب مقالا وذكر في وصف هذا المقال بأن القذافي أدل الليبي. وفي جميع الأحوال إذا كان هناك من يرى أن المعايير لا تنطبق على السيد عمر الحباسي فليذهب إلى جهة الاختصاص متمثلة في المؤتمر الوطني العام، وهو من لديه سلطة على إقالة أو إعادة تشكيل الهيئة، ويشتكي إليهم ونحن صدورنا رحبة وأقسم اليمين على تطبيق المعايير ولو على أنفسنا. شكرا لك أستاذ ناصر بن نور الناطق الرسمي باسم هيئة النزاهة والوطنية، شكرا جزيلا لك.